انا فخور النهارده ان انا موجود في ارض فيروز، ارض سينا الحبيبه، وفخور ان انا موجود مع كل زمايلي في حضره رئيس الوزراء، ومبسوط بكل المشاريع التنميه العمرانيه اللي هتتعمل في سينا، لان سينا مهمله من سنين السنين، يعني من ساعه ما اتحررت في 73، لكن هي ما خدتش الاهتمام المطلوب، ولا اهلها خدوا الاهتمام المطلوب، وده اللي حاصل الحمد لله حصل في العشر سنين الاخيره، وكميه المشاريع اللي معموله وكميه المشاريع اللي لسه هتتعمل. انا النهارده انبسطت جدا لما شفت الخطه اللي معموله، وده كان لازم يتعمل من زمان، بس الحمد لله على كل شيء، واهل سينا يستاهلوا كده، وان شاء الله كل المشاريع دي تعود بالنفع على اهل سينا الحبيبه ومصر باذن الله.